قلت له ايه تاني؟ ما قلتلوش غير اللي قلت. واداك كام؟ اقول لك وتسامحني يا كبير. انت يا ازازة بيرة وسجارة حشيش. بتبيعني بازازة حشيش وسجارة بيرة يا وسخ. انا جبتك هنا عشان واثق ومتاكد ان كارمن عمرها ما هتمضي ولا ورقة غير وانت هنا قدامها علشان بتثق فيك. بس الورق لازم يتسجل. طمن كمال بيه ان انا مش هستغنى عنه ابدا. انا في ظهره. يحط في بطه بطيخه صيفي. الناس دي بتحترم اتفاقاتها جدا من غير ورقه ولا قلم ولا اي ضمانات. انت عمرك شفت تاجر مخدرات بيكتب شيكات او وصولات امانه؟ اكيد لا طبعا. صدقني ما تدخلش نفسك في مكان ممكن ما تعرفش تخرج منه. انت جبت الكلام ده منين؟ السؤال الصح انا عرفت ازاي؟ انا ما بحبش النظره دي. يا بها انا عايز اتطلع. عايزك تحسسيني ان العامله السوداء اللي عملتيها معايا قبل كده مش هتعمليها تاني. ما لقيتها في شركه فاتت بتشتغل سكرتيره عنده وانا فهمتها ان كل اللي بتعمله ده يعني في صالحنا. طب كويس جدا. بس في حاجه لفتت نظري. حاجه ايه؟ بس انا حسيت ان في حاجه وراها. سيبك من بقى المهم فاتت تمام؟ كله تمام. عايزه مني ايه؟ ناس تقولي لي لا الاسود والبس احمر واخضر. اه يا اختي ما تحطي احمر واخضر. هو انت اول واحده جوزها هيموت وانا ابو ماهر مات وسابولي لحمه حمرا على كتفي. وربيتيه وما رضيتيش تتجوزي وعشتي عشانه. وانا كنت لقيت راجل يتحمل المسؤولية معايا ما اتجوزتوش. صدقيني ماهر نفسه السجن هيغيره. ايه اللي استفادوا من اللي حصل؟ في الآخر بقى ثواب. والناس الكبار اللي وقف ضدهم هم اللي ضروا. عارفة أنت تعبانة ليه؟ تعبة نفسك على الفاضي. فكري كتير. تحسبيها خسرت، هخسر. كسبت إيه لحد دلوقتي؟ عاملة زي اللي وقع في البحر وما بيعرفش يعوم. مش عايز يمسك طوق النجاة. وانت بقى طوق النجاة؟ ايه يا صاحبي؟ شكلك مشغول. لا 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 ابدا اقعد. ايه؟ كلمت كمال؟ كمال قال مش عارف يعمل حاجة. بس انا قلقان على كارمن قوي. الله. طب ما تكلمها. يا سلام. يعني هتفوت عليا؟ كلمتها تليفونها مقفول. الواد عماد قال لي ان جلال ابن عمها محاصرها، خليها لا تكلم حد ولا تشوف حد. اتعامل زي اللي اول مره يحب بقى. فعلا اول مره. طب انا بتريق عليك، انت صدقت؟ اول مره تحب ايه يا عم؟ انت شكلك كنت مقضيها قبل كده. بالعكس انا كنت خيخه قوي. يا سلام. طب وماها؟ ماها بقى بالذات انا عمري ما حبيتها. ومش بقول كده يعني عشان ما تفهمش ان هي اللي سابتني ولا انا اللي سبتها ولا لا. ما حلوه اه وحلوه قوي كمان، ولو لبست وزوقت هتبقى زي البنات بتوع الصين. لا افهم بقى. بس كارمن انا مش حبيتها عشان هي حلوه، ولا عشان خطفتني اول ما شفتها، ولا عشان فلوس ابوها. اول ما عيني جت عليها حسيت بال بالك، يعني حسيت ان انا محتاج اقرب منها، عايز اتكلم معاها، نفسي اخدها في حضن، نبقى مع بعض ليل نهار، ما فارقهاش ابدا. اما عرفت ان ابوها في المستشفى قلبي قال لي ان هي محتاجه حد يقف جنبها، حد يواسيها ويقول لها انا معاك ما تخافيش. يا نهارك ابيض، انت طلعت نيله خالص يا ماهر. لا مش نيله، انا بحب. خد بالك بقى يا صاحبي، عشان الحب ده عامل زي الوردة اللي شكلها جميل، بس أول ما تقرب منها ممكن تتلسع من الشوك بتاعها. ذاكر. أذاكر إيه بقى؟ ولا برنس؟ أنا يا معلم. خد ياه، تعرف تغني ياه؟ آه يا معلم. غني لنا في الحب ياه. حبيبتي. بس ياه. حاضر يا معلم. كمل يا حبيبتي. شرطه مايله فراغ وهكتب لي حروف اسمك، ما هو انت في قلبي ساكنه القلب، عارفه بقصتي وحالي. حلو يا كمل يا. ومن غيرك هكتب له مرسالي، ما هو انت في قلبي شغلة القلب، عارفة بقصتي وحالي.
الله الله، صوتك حلو قوي يالا. انا خليك يا معلم. روح اعمل لنا اتنين شاي. اتنين بس يا معلم. تسع شاي. حاضر يا معلم. تشرب شاي؟ اشرب شاي. سك على الشاي. حليتها صعبه قوي. كويس. كانت هتهرب النهارده بس احنا لحقناها. بالك انا مش عايزها تموت. لا لا لا، فهدي بقى انا عارف كويس جدا انت عاوز ايه، ما تقلقش. وانا عند وعدي. كل ارباح الشركه. نسبة أرباح شويبي الله يرحمه لو باسمك. مش عارف أقولك يا فهدوي، على العموم أي وقت أنا تحت أمرك. هو كان في سؤال بس كده عايز أسأله. اسأل. هي هتفضل في المصحة كتير؟ في مشكلة بوجودها؟ لا أبداً، بس مدير المصحة بيقول إن هي بتتصرف تصرفات غريبة، يعني بتحاول تهرب، بتحاول تقتل أي حد. إحنا بصراحة مش عايزين تعمل حاجة وإحنا مش عاملين حسابها. طيب يعني هي حالتها عامله ازاي؟ هوبليس كيس، تقريبا انتهت. طيب ماشي، الاسبوع ده او الاسبوع الجاي انا هتصرف. فهدي براحتك خالص، على فكره انا بقول لك بس عشان تبقى عارف التفاصيل كلها. انا فاهم، عارف كويس. انت عملت اللي انا قلت لك عليه واكتر. على العموم حضرتك في اي وقت تؤمر وانا تحت امرك. تفضل اشرب لها. Thank you. اتأخرتي ليه؟ الدنيا زحمة على الآخر، معلش أنا آسفة. ازيك يا مدام؟ أهلا، وحشتنا والله. والله لو كنت وحشتك كنت سألتي. معلش بقى، أنت عارف مشاغل الشغل، مفيش وقت خالص. الله يعينك. بس دقيقة مش هيحصل حاجة يعني من وقت. معاك حق، أنا آسف. طيب، فهدي أستأذن أنا عشان عندي شغل. وعلى تليفون. ماشي. بعد إذنك. السلام. يبقى خليني أشوفك أنا. أنا تحت أمرك في أي وقت. دمه تقيل تقل يلطش. ده انا مش عارفه، انا مش طايقه، انا بشوفه بتعفرت، مش عارفه طايق نفسه ازاي. مين دي اللي هتتجوزه؟ اكيد امها داعيه عليها. معلش لازم تتفهمي الوضع، هو بقى خلاص شريك في الشركه بيأسه. ما انا هتعامل معاه عادي واضحك في وشه كمان، بس بصراحه هيبقى من ورا قلبي. و عايز يخرج فريد. ليه؟ هي خفت؟ لا لا ابدا، حالتها وحشة أوي. طب أنا هقول لك بقى، هو عمل كده ليه؟ ليه؟ طالما ضحكت تبقى عارف. طب قولي. علشان هو عايز يحسسك إن أنت لسه محتاج له، وإن أنت محتاج له أكتر ما هو محتاج لك. لا ما تديش شطة. لا ده أنا عاجبك أوي. ما أنا أنا عايزك تفضلي قاعدة معايا هنا على طول. طب ما أنا معاك على طول، هروح منك فين؟ لا يعني أنا بتكلم بحاجة جد كده رسمي. تتجوزني؟ يعني أنا افتكرتك يعني هتكوني مبسوطة لما أقول لك إنه آه. وانا بصراحه مش مبسوطه، انا هطير من الفرحه، بس انا مش عايزاك تاخد قرار يعني وتندم عليه او اكون بديل لفريده. لا لا لا، الحكايه مش كده خالص. تقعدي معايا وخلاص. مش عارفه اقول لك ايه. احنا الاثنين محتاجين بعض. تفكري بإيه؟ ولا حاجة. وأنا من إمتى قلت لك لأ على حاجة أنت طلبتها مني؟ بس بصراحة طلبك غريب وفاجئني. يا عم وأنا ساحر؟ أنا إيه اللي هيدخلني بين جوز تيران زي دول؟ ده طحنوا بعض قدام الصبح.
دي اوامر سعاده الباشا المامور، ولا انت عايز تزعله منا؟ لا مش عايز ازعله، بس قول له بقى يعد الجمايل. حاضر. يا زهاء عمرك بيه، تعرف اللي اسمه الخشن ده؟ لا ما اعرفوش، بس اعرف حد يعرف رجالته. طب هاتهولي بقى بسرعه. من عينيا. هاتهول دهول. ايه يا عم، ايه يا عم بتزعق ليه وانا راكب موتوسيكل؟ تعال اكلم الكبير. ايه يا كبير في ايه؟ مش انت تعرف رجاله الخشن؟ كلهم حبايبي. اي خناقه؟ لا مفيش خناقه ولا حاجه، انا عايزه يعني في موضوع ودي بسيطه. بص يعني عايزك تمهد لي عنده كده السكه، وعايز اقابله في الناعم مش في الخشن. صباحك فل. تصدق انت باين عليك حبيبي؟ لا والله. والله باين عليك حبيبي. لا بص كويس يا عم. حبيبي عارفك صح؟ طب يلا يلا روح اندهله بقى. يلا بقى روح انت اندهله. انا اللي هندهله؟ يبقى انت مديني انا علبة سجاير عشان انا اندهله؟ انت اللي هتندهله يا عم، روح اندهله. مش انت اللي عارفه؟ انا اللي عارفه، يعني انا اللي اندهله يا رجاله؟ انا اللي اندهله. يلا ده في الضياع خالص. ده اللي لقيته يا كبير. انا خايف يروح يندهلك شلبي كده. يا دهول يا خشن يا سمسم ما بيردش. لا يا راجل. والله انت بتندهله من هنا؟ ما قصدي ده سيم بينا عشان ما يسمعوناش. عشان هو ما يسمعكش صح؟ بقول لك ايه، هات علبه السجاير. هات علبه السجاير وروح اندهله بقى. اما تجيبه هديك دي. امسك يا ابني. مش هتعشي؟ ده بعد اذنك يا عم. انا مش فاهم انت ليه مش عايزه تصدقي ان انا بحبك. جلال ممكن ما تتكلمش معايا في الموضوع ده تاني من فضلك. حاضر. انا عارف لما هتفكري هتقرري ان انت لازم تتعاملي مع الامر الواقع. طيب بعد اذنك عشان عايز اغير هدومي بقى. كارمن انا بحبك قوي. طب أنا مش فاهم أنت ليه تبعدي عني؟ هو أنا فيها إيه ناقص؟ أنا عايز أفهم. هتردي؟ أنت لازم تفهمي كويس أوي إن أنا ممكن أعمل أي حاجة عشان تبقي معايا. ها؟ طب جلال عن إذنك عشان عايز أغير هدومي من فضلك. يا جليلة. إزيك يا سماح؟ جاية من فين دلوقتي؟ جاية من الجامعة، فوت على الصيدلية اشتريت شوية علاج لستي. خير في ايه؟ بعافيه شويه اليومين دول، وكل شويه يجيب لها دكتور البيت، ده يكتب لي على علاج شكل وده يكتب لي على علاج شكل، واديني ماشي ورا كلام الدكاتره يا سماح. ربنا يديها الصحه. يا رب. ستي دي لو جرى لها حاجه يا سماح انا مش عارفه اعمل ايه، انا ملياش غيرها في الدنيا دي. يا ستي ما تقوليش كده، ان شاء الله خير، شده وتزول. ان شاء الله. امال انت رايحه على فين كده يا سماح؟ ده انا لسه جايه من الشغل. طب يبقى فوتي عليا وانت فاضيه. ماشي. يلا يا حبيبتي. اهلا يا معلم خشن. اهلا يا متر. وصلني ان انت عايز تقابلني في المستعجل. هات اللي في بطنك. اللي في بطني ده الملف السعد. مين سعد؟ لا لا ده ابن عمتي. سيبك منه، ربيت امك يا دول. هي دي التظبيطه؟ بقول لك يا معلم، دلوقتي البيل مأمور طلب مني ان انا اعمل قعده صلح بينك وبين ابو دومه. انا بقى اتقصت في السجن، هرشت بقى ان المشوار ده من رابع المستحيلات ان هو يحصل. ليه؟ انا قلت بقى اجيب الناهيه، لانكم مش هتتصالحوا. القضية اللي انت داخل فيها هجيب لك فيها براءة. قلت ايه؟ انت بتشكل عليا يا؟ لا لا ما بشكلش عليك ولا حاجة، بكلمك بجد. انت عارف معنى كلامك ده ايه؟ ايه ايه؟ انت بتقول براءة لواحد واخد تأبيدة. انت عارف كلامك ده لو ما حصلش هيحصل فيك ايه؟ اعمل اللي انت عايزه، اضربني كهربني اعمل اي حاجة. مشكلة ان الدهول اللي حكالي عنك انك جامد في القوانين. بس انا حكايتي معقدة. لا ما اي حاجة معقدة بتيجي عندنا هنا بحلها. لو ما اتحلتش اعمل اللي انت عايزه، اضربني واشوفك فين بعد كده. بقول لك اضربك من دلوقتي. تخيل يا كارمن انا مبسوط قد ايه ان احنا الاثنين بنتعشى على ترابيزه واحده. لولا عمل الله يرحمه بقى كنت زمان عملت لك حفله كبيره قوي.
طب وايه اخبار الشغلانه دي؟ شغل ايه بس؟ احنا النهارده جايين نقعد مع بعض ونصفي كل اللي بينا. نصفي اللي بينا ازاي بقى؟ كارمن انا عارف ان انت زعلانه مني قوي بسبب اللي عملته معاكي، بس لازم تعرفي ان انا بحبك وبحبك بجنون. بعدين انا مش متخيل ان انت في الاخر كده تيجي ترفضي حبي ده بالسهوله دي. جلال اللي بينا مش مجرد رفض للحب. قصدك على الله يرحمها. كارمن انت لازم تفهمي حاجه، مفيش حد في الدنيا دي حابب اخوكي قدي. الراجل ده رباني وعلمني بصراحه. انت مش متخيله انا متضايق قد ايه. الموضوع صعب قوي يا كارمن، صعب قوي. ده انت اللي قتله ده ليه؟ لا استغفر الله، انا ما قتلتوش، انا ريحته بس. وبعدين لو كان موجود في اي مستشفى من المستشفيات اللي في اوروبا ولا في امريكا كان عامل معاه كده بالظبط. انا مقدر موقفك كويس جدا، بس صدقيني ما كنتش هقدر استنى ان انا اشوفه بالمنظر ده. انا خدت قرار صعب قوي يا كارم، خدت قرار عشان هو يرتاح. طب انت ليه عايز تاخد كل حاجه يا جميل؟ لو انت بتحبني زي ما بتقول المفروض تسيبني انا اللي اختار وانا اللي اقرر، مش تحبسني. لا مش هسيبك يا كارم، عارفه ليه؟ عشان انت بتاعتي انا، وانا لما عاوز حاجه هاخدها. وبعدين كده كده انت هتبقى مراتي، والشغلانه بتاعتنا دي شغلانه صعبه قوي، وانا بصراحه بخاف عليك. ما احنا بنخاف اهو. شش، ايه اللي جابك هنا؟ امال اعمل فيها سبع رجاله ببعض ليه؟ ما هو لو شافك هنا هتبقى مصيبه. ما تخافش، طلع عيني. انت جايه ليه؟ وحشتك؟ لا جايه عشان اسالك. سالين عن ايه؟ عايز اعرف فهد طلب يتجوزني ليه؟ انا اقنعت انه يتجوزك. لا يا شيخ، الدرجه دي بيسمع كلامك؟ طبعا فهد ما بيسمعش كلام حد ولا بيثق في حد قدي، وعشان انا فاهمه كويس عارف ان هو ما بيحبش يعيش لوحده. غريبه، واحد زي فهد ومعاه الفلوس دي كلها بيخاف يعيش لوحده؟ مش فاهمه حاجه. فهد ده زمان كان كل الناس تحت رجليه لما حصلت له الحادثه، وفريده مسكت الشركه لكن اتعرف، وكل اللي كانوا حواليه دول راحوا على فريده، ففهم ان هم بتوع مصلحتهم بس. حلو ده. هو ايه اللي حلو؟ قولي بقى الاول، انت قلت له ايه عشان يطلب يتجوزني؟ انت يهمك في ايه؟ يعني هيفرق معاكي؟ طبعا هيفرق. لما اعرف انت قلت له ايه هعرف دماغه فيها ايه، وساعتها هعرف اتعامل معاه. قلت له ان انت اصغر من انه يخاف منك، وانك هتبقي هنا في البيت بتخدميه زيك زي اي حد. خدامه؟ بالظبط، خدامه. بس انا عارف هو وافق ليه. وافق ليه بقى؟
الراجل يعني مش حابب يعيش لوحده ونفسه ان في حد يبقى محتاج ليه ومرمي في حضنه وبيقول له احميني، عايز يحس ان هو لسه بصحته. هو عنده ولاد؟ زمان اتجوز واحده وكانت حامل وسقطت العيل قبل ما تولد بشهرين، وبعدين اتجوز فريده وفريده ما كانتش عايزه تخلف، هو ما حبش يزعلها. حلو ده برضه. انت اللي محلوه قوي النهارده. طب يلا عشان توصلني. اوصلك على فين؟ الوقت اتاخر. طب ما تباتي هنا. ولما يصحى الصبح الباشا ويلاقيني بايته هنا هيقول ايه؟ لا ده يشكر، هيعرف ان انا خفت عليك انك تخرجي لوحدك والهوا وحش. طب يلا يا حنين مستنيك. ماشي. هي نمرة عماد كام؟ عماد كويس انت لسه صاحي. بقول لك ايه، عماد انا محتاج مساء الخير يا جيمي. اشرب دي بقى وتسلطن وادعي لي. طب هي السيجاره دي بقى فيها ايه يا راضي؟ حشيش. لا يا راضي لا 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 لا، اصل انا الحشيش ده طول عمري امي كانت تقول لي ابعد يا ابني عن الحشيش واصدقاء السوء الاثنين، فانا ببعد عن الاثنين بقى. تبعد ايه؟ الحشيش ده احسن حاجه في الدنيا. لا 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 يا راضي، النسوان احلى حاجه في الدنيا، مع ان عمري ما عرفت ولا واحده. لعلمك بقى الاثنين زي بعض وشبه بعض اصلا. بجد؟ الاتنين عبارة عن اصطفات، في اصطفاية بايخة كده رخمة ما تتشربش زي المحروقة مرات الله يحرقها، اصطفاية كده حلوة تحب كده تتفرج عليها، تحب تقرب منها، وفي اصطفاية بقى عالية قوي مش أي حد يطولها أصلا، بس في الآخر كلهم بيولعوا بيتداس عليهم بالجزم. إيه يا عم ده، أنت قلبت لنا القعدة غم وبتاع. إيه يا عم مراتك إيه يا عم؟ طب بقول لك إيه؟ أقول لكم نكتة؟ بتضحك؟ بتضحك جدا. حلوة حلوة. لسه ما قالش حاجة. قول قول، ولو طلعت حلوة نضحك. خلاص ماشي. بيقول لك ايه، مرة واحد شاف واحدة حلوة قوي كانت ماشية، قام فضل مشي وراها، قعد يقول لها يا قمر يا غزال يا جامدة قوي. قامت بصله بكل دلع كده وقايله له تدفع 10 جنيه واقول لك باخد الحقنة فين؟ ادفع 100 جنيه. هو بقى دفع ال 10 جنيه. قالت له باخدها في الارزخانه اللي جنبنا. حلوه. ضحكت عليه. حلوه. لعيبه قوي. حلوه قوي. خدت ال 10 جنيه. يا اخويا انت وهو انتوا قاعدين تضحكوا سايبيني في المصيبه اللي انا فيها. الباشا المتري فين؟ مش موجود. جوه جوه. عنده شغل. طب اقول لكم ايه؟ حد فيكم بيفهم في الكهرباء؟ انا كهربت كتير قبل كده يا عم تايين. اصل انا عملت مصيبه سودة، لعبت في لوحه المفاتيح اللي مقصره على العواميد اللي بره السجن، ولو الباشا المامور عرف هيوديني في 60 داهيه. بس اهدى انت جيت في ملعبي. اصل انا وانا صغير بقى ايه، كنت مشترك في الكشافه، فكنت ماليش حل في الكهرباء. والله العظيم
ماليش دعوه بالكشاف، انا عايز اخش للباشا المتر لانه بيفهم في كل حاجه. طب يا رجاله بص انا هاخده وندخل للمتر ايه عشان برضو نبقى مأمنين نفسنا يعني وبتاع تمام ماشي. ونروح نعمل له الحوار ده، انتوا عارفين بقى المتر ماهر جدع مع كل الناس يعني ماشي. ماشي. يلا بسرعه بس. يلا بقى بص على اللمبه الحمراء يا جيم. حاجه يا عم بس بقى. طب على مهلك على مهلك يا عم ما توترنيش بقى. بتشويش يا رب. بقالك ساعة بتنيل ايه؟ ما هو بقاله ساعة عمال يوتر فيا كل ما اقرب من البتاعة دي، وانا مش عارف بقى بصراحة اقطع الاحمر ولا اقطع السلك الازرق. على اساس ان انت بتبطل مفعول القنبلة انجز. انا مش عارف يا ماهر. طب قولي هي الكهرباء قطعة ولا هي اصلا قافلة؟ هي كهرباء قافلة قطعة انجز. ما خدناهاش دي في الكشاف. كشافة ايه؟ اديك كشاف على وشك تنور كل الالوان دي. وسع. خد اوعى. انت بتفهم في الكهرباء؟ بحاول. خد امسك عم شلبي. تمام. ابعده بقى عشان لو حصل انفجار ما يجيش في وشه. لا ابعد انت بدل ما الانفجار يجي في وشه يعني. انا خايف لا انت اللي تنفجر في وشه. ابعدوا عن بعض. بقول لك ايه، خلص وقت على اصفر خلينا نخلص. بتفهم في الكهرباء؟ ما انا لا بفهم في الكهرباء، كنت اتنيلت وعملتها. طب اتنيل روح ساكت. حاضر يا اخويا. بص انا هقطع الاحمر. ماشي. انا بص هقفك انا بقى عند مفتاح النور بحيث انت تقول لي قطعت، اروح انا فاصل فاتح النور. ماشي روح اقف ناس. بسم الله. قطع هناك بقى المفتاح بعمله كده فر عمل شرز. حاجه بتضحكوا على ايه؟ في ايه؟ وشك ضلم، نور وشك قطع. لا يا راجل هو في حاجه هنا؟ اوعى تحط ايدك على وشك هتتكهرب. اصلحه له؟ لا بتفهم في الكهرباء؟ بقول انا بفهم في الكهرباء، كنت صلحته له. طب بتفهم في وشه؟ لا هو ده وشي يتفهم فيه. انت حاطط في اكياس. اكياس ايه يا عم؟ وشك بقى نيو لوك خالص. بص في المرايه هتندهش. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عايزه ادخل اوزير واحده قريبتي جوه. اسف والله مفيش مواعيد للزياره دلوقتي. امال الزياره امتى؟ يوم الثلاثاء. يوم واحد في الاسبوع؟ بس حتى لو جيت يوم الثلاثاء ومعكيش تصريح من الاداره او الدكتور اللي بيعالج مش هتقدري تدخلي. واللي عايز يطمن على قريبته يعني يعمل ايه؟ اداره التعليمات. تعليمات ايه اللي متخليش اطمن على قريبتي دي؟ من مصلحه المريض يا ست، ولو سمحت اتفضلي بعيد عن البوابه. وراك يا فريد. قولي. هتاكلي يعني هتاكلي يا كريم. يا بنت اسمعي كلامي، انا زي امك. يا ريتني كنت سمعت كلام امي. عارفه وانا صغيره كانت تقول لي امشي عادل ما تتعوجيش. كلام الناس، عيون الناس. وانا هبله ما كنتش بسمع كلامها، اصل كنت حلوه وعاجبه نفسي. كاتك نيله قوي الدنيا جميله. ايوه كده اضحكي يا بت. يا ريتني كنت سمعت كلامها، كان عندها حق. عارفه والله يا خالتي قصدك، وعارفه انك عايزه لي الصالح. يا اختي لا صالح ولا طالح، الوقت بيجري واحنا مش عارفين هتصرفي منين بكره. احنا النهارده معاكي بكره مش معاكي. وسامحيني، ام الغالي جت وراحت وقالت عدولي. والله زي ما تكون نسيتني خالص. اهو ده اللي انا بقول فيه، لازم تفكري في مصلحتك. هو احنا بنقول لك انسي يا كريمه ولا اتجوزي غيره؟ احنا بنقول لك اشتغل. الزمن بيجري يا كريم، ومفيش حاجه هتقف في ظهرك غير قرشك وشغلك. واللي تقدري تعمليه النهارده مش هتقدري تعمليه بكره. عارفه انا كلمت سماح عشان انزل اشتغل معاهم في المكتب. انت بتضحكي علينا وبتضحكي على روحك يا كريم. انت لو كنت عايزه تشتغلي معاهم كنت نزلتي لعماد وسماح في المكتب وزنيتي عليهم لحد ما شغلوك. لما نشوف. كلي كلي بقى يا كريم، ربنا يهديكي. هتاكل زغرتي يا جليله. عايزه اكلم ام مهران، بس انت كنت تعبانه برضو ولا حاجه؟ يا اختي برضك واجب، كلميها اطمني عليها، دول ناس حقانيه. عارف. يا كبير نقول مبروك. مرضيش قال لي بلا مسخره وقله ادب. تقولش بقول له هنأجر نسوان. ما انا قلت لك يا كبير محدش هيسمعك. عم تنيل لا انت كمان. لا يا مدي، عمال تقول لنا اجيب لكم حقكم واعمل واسوي وعملت فيها اسد الغابه، هو باب النجار مخلع ولا ايه؟ لا انا مش هاسكت، انا افضل وراهم ولحد ما يجوا هنا يتاسفوا لنا كمان. يعني ده ازاي كده يا كبير؟ هنعمل ثوره. ثوره؟ الله. هنعمل ثوره. وهم بقى
لو صدروا الطرشه يستاهلوا اللي يجراله. قال يقولوا لنا قال الناس ما بيحبوش المسخره. ده احنا بنحب المسخره كبير. بس انا ليا سؤال. ايه؟ انا مثلا مطلق وانت مش متجوز، لازمتها ايه يعني؟ يا دي يا حمار انت كده هتبوظ الخطه، هتردك في الثوره يالا. لا خلاص اللي تشوفه. تعرفوا تهتفوا؟ لا. هنطلع نقول عايز مراتي عايز مراتي. عايز مراتي عايز مراتي. عايز مراتي بنت حماتي. عايز مراتي بنت حماتي. يلا بينا يا رجاله. يلا بينا يا رجاله. ايه ده؟ لا يلا بينا تيجوا ورايا، مش تقولوا يلا بينا يا رجاله وانتوا واقفين. حاضر. والهتاف عايز مراتي بس. حاضر. انت حمار انت غبي، قول كده، قول ورايا، عايز مراتي عايز مراتي. عايز مراته وعايز مراته. مراته مين؟ مراتك انت يا حمار. مراتك انت يا حمار. انت عبيط يالا. انت عبيط يالا. ارجع ارجع اقف ورا خالص. ايه؟ اهتف وانت ساكت انت خالص. يعني اهتف وانت ساكت دي؟ يعني اعمل كده بس، ما تتكلمش. يلا رجاله، عايز مراتي عايز مراتي. عايز مراتي عايز مراتي. عايز مراتي بنت حماتي. عايز مراتي بنت حماتي. عايز مراتي عايز مراتي. عايز مراتي عايز مراتي. اجمد يا شباب. اجمد يا شباب. لا الغباء ده مش هينفع في الثوره. الغباء ده مش هينفع في الثوره. حاضر حاضر. قول يلا. بقول لكم ايه، نعملها مظاهره صامته. حاضر. يا اما تهتفوا كويس يا اما تخرزوا. اهتفوا، عايز مراتي عايز مراتي. عايز مراتي عايز مراتي. انا عايز مراتي بنت حماتي. عايز مراتي بنت حماتي. عايز مراتي عايز مراتي.